بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول حوار جرى بين الإمام الرضا عليه السلام وبين أحد الملاحدة. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يسأل الملحد عن أن الله سبحانه وتعالى متى كان، ويجيبه الإمام بأن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان، ووجوده غير مسبوق بالعدم. فقال الرجل، أي الرجل الملحد، فأخبرني متى كان، يعني متى كان الله. سؤاله قد يكون المقصود منه متى وجد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون سؤال عن احتواء الزمان لله سبحانه وتعالى. وهذه شبهة من تسويلات الشيطان قد يطرحها بعض الملاحدة، بأن الله سبحانه وتعالى تقولون بأنه خالق كل شيء، فمن هو الذي خلق الله؟ ومعنى ذلك أنه يتصور أن الله لم يكن موجودا ثم كان. والجواب عن هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم، بمعنى أنه لا يتصور أحد بأن الله لم يكن موجودا ثم كان. لأنه إذا لم يكن موجودا يحتاج إلى علة في إيجاده، ويكون هناك زمان خاص لوجوده. لكن الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، ليس كالمخلوقات بأنه لم يكن ثم كان. لا، الله سبحانه وتعالى كان إذ لم يكن شيء، ولا يسبقه عدم. ونحن قد ذكرنا في بعض الجلسات الماضية هذا البرهان، بأنه نحن الآن بالوجدان نشعر بوجود أنفسنا، ونشعر بوجود الأرض، بالشمس، بالقمر، ونشعر بوجود الأشياء التي هي حولنا. فهذه الأشياء ومن جملتها نحن، هل وجدت صدفة أم أنها لها خالق؟ كان الماديون في البداية يزعمون بأن هذه الأشياء وجدت صدفة، يعني المادة الأولى التي تحولت إلى أشكال مختلفة من سماوات وأرض ونبات وإنسان، هذه المادة الأولى وجدت صدفة، لم يكن شيء ثم صدفة كان. هذا الكلام تنازل عنه الملاحدة الجدد. لماذا؟ لأنه كلام فيه تسخيف للعقل، أن الشيء بهذه العظمة لا يحتاج في خروجه من العدم إلى الوجود إلى علة، بحيث أنه صدفة يوجد هذا الشيء. نحن لا نقر بل ندرك ببطلان وجود شيء صدفة، إذا كان شيء، حتى إذا كان شيئا صغيرا. فكيف بالمادة التي تشكل منها هذا العالم
نقول بأنها وجدت صدفة، فلا بد ببداهة العقل من وجود شيء قديم. الشيء القديم بمعنى أن لا يكون مسبوقا بالعدم، يعني يكون أزلي، كان هذا الشيء موجودا بشكل مستمر. هذا الشيء القديم ببداهة العقل، الماديون الجدد يقولون هو المادة، والإلهيون يقولون إنه الله سبحانه وتعالى. زين، كلام الماديين الجدد بأن المادة قديمة، هذا الكلام لا يستند إلى منطق صحيح. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في السابق، هذا مجرد احتمال، ولا يمكن بناء الحقائق على الاحتمال. أنه نقول له أنت في عقلك تقول بأن هناك شيء قديم، زين، بأي دليل هذا الشيء القديم هو المادة وليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لا دليل له، وإنما مجرد استبعاد، والاستبعاد لا يبنى عليه الدليل أو البرهان. أما الإلهيون الذين يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، فلهم الدليل القاطع على أن الشيء القديم هو وجود له علم وله قدرة وله حياة ويمتلك صفات الكمال، وهو مبرأ من صفات النقص، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل نحن قد فصلناه في جلسات ماضية، فلا نكرره أكثر من هذا المقدار. بعد ذلك السؤال عن أنه متى وجد الله يكون سؤال سخيف. لماذا؟ لأن هذا السؤال أساسه باطل. بعد أن أثبتنا وجود شيء قديم، وأن هذا الشيء القديم يمتلك صفات الكمال وهو مبرأ من صفات النقص، فبعد إثبات قدمه وأنه ليس مسبوقا بالعدم، السؤال عن أنه متى كان، هذا السؤال يكشف عن عدم فهم الأساس في الاستدلال. والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بيّن لهذا الملحد في هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى ليس كالأشياء، لا يقاس بالأشياء. فحينما أنت ترى الأشياء تسأل متى كانت، ترى إنسان تسأل متى ولد هذا الإنسان، ترى السماوات والأرض تسأل متى تكونت هذه السماوات وهذه الأرض. طبعا العلم الحديث يأتي وبأساليب علمية وعن طريق حدس يورث الإطمئنان، يقول إن مثلا عمر الكرة الأرضية 4 مليارات سنة، أو أن عمر هذه المجرة كذا مليار سنة. ونحن أيضا في الأمور التي نعايشها ونعاصرها أيضا نقول أن فلان ولد في السنة الكذائية، وأن هذه الدار بنيت في السنة الكذائية. الأشياء المخلوقة المتغيرة يكون هناك سؤال عن زمان وجودها، ثم يكون هناك بحث وفحص عن ذلك الزمان. أما القديم فلا يسأل عن زمان وجوده لأنه هو أزلي، لم يكن هناك وقت وهذا الشيء لم يكن موجودا. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام نبهه على ما ذكره قبل هذا السؤال، ونحن في الجلسة الماضية
شرحنا كلام الإمام عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. قال الرجل: فأخبرني متى كان، يعني متى وجد الله بزعمه. قال أبو الحسن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. يعني نحن الآن الأشياء الذي لم تكن ثم كانت، نقول في الفترة الكذائية لم تكن موجودة ثم كانت. هذا المولود قبل سنة لم يكن موجودا، لكن قبل 6 أشهر ولد. قبل 10 مليارات سنة لم تكن الكرة الأرضية متشكلة بهذا الشكل، وإنما كانت هي جزء من الشمس حسب فرضية في علم الفلك. قبل 4 مليارات سنة مثلا تشكلت. فالشيء الذي لم يكن ثم كان يسأل عن أنه متى وجد، أما الشيء الذي هو أزلي لا يسأل متى وجد. ليش؟ لأنه متى لم يكن موجودا، لا يكون هناك وقت لم يكن موجودا حتى نسأل متى وجد، لأن هذا السؤال معناه أن الشيء لم يكن موجودا ثم وجد. مضافا إلى أنه الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان، كما ذكرنا أنه ليس في المكان، كذلك ليس في الزمان. لماذا؟ لأن الله خالق الزمان، فمعنى ذلك لم يكن زمان وكان الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان، فقبل أن يخلق الزمان لم يكن زمانا، لم يكن زمان وكان الله، فالله خارج عن الزمان. ولا يعقل أن نقول إن الله في الزمان. لماذا؟ لأن الزمان مخلوق، ولا يعقل إحاطة المخلوق بالخالق. ثم إن الزمان هو وليد الحركة. يعني الآن أكو بحث، ما هو الزمان؟ البعض يقول إن الزمان أمر خيالي، لكن هذا الكلام باطل من الجهة الفلسفية ثبت بطلانه، وأيضا من الجهة العلم الحديث ثبت بطلانه. الزمان له حقيقة، لكن ما هي هذه الحقيقة؟ العلم الحديث حسب ما ينقل بعض أهل الاختصاص يقول بأن الزمان هو وليد الحركة، بمعنى أنه حينما تكون هناك حركة يكون هناك زمان، وإذا لم تكن هناك حركة الزمان يتوقف. والكون كله في حركة. يعني نفرض الآن المجرة التي نحن نعيش فيها، مجرة درب التبانة، وفيها مليارات النجوم، والشمس، شمسنا هي إحدى هذه النجوم من ضمن مليارات النجوم. لهذه المجرة مركز، والشمس والمنظومة الشمسية التي تدور حول الشمس، هذه كلها في حركة حول مركز هذه المجرة. وحسب ما يقول أهل الاختصاص دورة واحدة للشمس ومنظومتها حول مركز المجرة بحاجة إلى ملايين السنين، وهذه المجرة أيضا هي في حركة. نأتي إلى الشمس، منظومة الشمسية، هناك الأرض وسائر الكواكب، هذه أيضا في حركة حول الشمس، والقمر في حركة حول الأرض، وهكذا. فهذه الحركة هي التي تولد الزمان. ولذا حسب ما يقول بعض أهل الاختصاص في العلم الحديث إن الزمان يختلف من مكان إلى مكان آخر. يعني في الكرة الأرضية هناك زمان، نحن نشعر بهذا الزمان، اليوم حدود 24 ساعة، هذا وليد حركة
الأرض حول نفسها، والسنة 12 شهرا، وهذه الأشهر وليدة حركة الأرض حول الشمس. وهناك فصول أيضا وليدة لحركة أخرى، لأن الأرض حركات مختلفة، لا علينا بهذا الكلام. فلذلك الزمان في الأرض وليد لهذه الحركات، لكن هناك حسب ما يقولون في كواكب أخرى، في نجوم أخرى، في مجرات أخرى، الحركة أسرع، فلذلك الزمان هناك أسرع. وفي بعض الأماكن من هذه المجرات وهذه النجوم الحركة أبطأ، فالزمان أيضا أبطأ. ولذا يقولون يمكن يمر دقيقة علينا ونحن في الكرة الأرضية بنفس هذا المقدار يمر على كواكب أخرى أو مجرات أو نجوم أخرى آلاف السنين. يعني دقيقة واحدة من دقائقنا تعادل في بعض الأماكن من المجرات الأخرى أو الكواكب الأخرى أو النجوم الأخرى ملايين السنين. وقد يكون بالعكس، ألف سنة أو آلاف السنين عندنا تكون بمقدار دقيقة واحدة في كوكب أو مجرة أو نجم آخر. ولذلك الآية الشريفة حول اليوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يمكن أيضا أن يطبق على هذه المعادلة. طبعا قد يكون هناك تقدير آخر وعالم آخر لا نعرف الكيفية بالتفصيل، لكن يمكن أن يكون ضمن هذه المعادلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كما جعلها في هذا الكون قد يكون جعلها في الآخرة أيضا. اليوم الواحد يعادل 50,000 سنة. فعلى العموم الزمان هو وليد الحركة، فإذا كان هناك شيء خارج عن هذه الحركة يكون خارج عن الزمان. الله سبحانه وتعالى خارج عن الحركة، الله غير متحرك، لأن الحركة والسكون من صفات الأجسام. الحركة معناه أن يكون الشيء في مكان ثان بعد أن كان في مكان أول. يعني أنت عندما تمشي خطوة هذه حركة، لماذا؟ لأنه عندما خطوت هذه الخطوة أنت تكون في مكان ثاني بعد أن كنت في مكان أول. الله سبحانه وتعالى ليس في المكان لأنه خالق المكان، فليس محكوما بمعادلة الحركة. وإذا لم يكن محكوما بمعادلة الحركة فهو خارج عن الزمان. وحتى لو فرضنا، طبعا هذا فرض لم يتحقق، لكن لو فرضنا والعلم يفرض هذا الفرض، أنه لو الإنسان خرج عن الكرة الأرضية إلى مكان لا حركة فيها، الزمان يتوقف عند هذا الإنسان، يكون خارج عن الزمان. طبعا هذا مجرد فرض، لأنه لا يوجد في هذا الكون شيء غير متحرك، كل شيء في حركة، من المجرة إلى الذرة، حتى الذرة الصغيرة التي لا ترى حتى بالمجهر هذه الذرة أيضا في حركة. هناك مركز وهناك إلكترون يدور حول هذا المركز. الله سبحانه وتعالى خارج عن المكان، فهو خارج عن الحركة. مضافا إلى أنه الحركة هي تغير الوجود في الزمان الثاني بعد الوجود في الزمان الأول، هذا تغير. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى غير متغير، لماذا؟ لأن التغير لا ينسجم مع صفة القدم، لأن ضروري الوجود معناه هو أن تكون صفاته الذاتية أيضا ضرورية وأن لا يتغير، لأن التغير معناه الحاجة، والحاجة لا تنسجم مع القدم. وقد فصلنا فيما مضى بعض الكلام حول هذه النقطة. فإذن الإمام يقول لهذا الملحد
أخبرني متى لم يكن، هذا سؤال تعجيزي، أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. زين، بعد هذا المقطع السؤال عن زمان وجود الله سبحانه وتعالى، والجواب بأن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان، وأن وجوده أزلي غير مسبوق بالعدم. زين، ينتقل الملحد هذا إلى سؤال آخر، ما هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ نحن قبل قليل ذكرنا أنه لا بد أن يكون شيء قديم، تعيين هذا القديم في المادة لا دليل له، بل الدليل يخالفه للتغير في المادة. فما هو الدليل على تعيين هذا القديم في الله سبحانه وتعالى؟ يعني القديم الذي هو الخالق لهذا العالم هو الله سبحانه وتعالى، ما هو الدليل؟ هذا السؤال في المرحلة الأخيرة، بعد أن عجز هذا الملحد عن إثبات مقصوده بإنكار الخالق، يأتي ويسأل ما هو الدليل؟ أنت تدعي بأن الله موجود وأنه الخالق وأنه القديم، ما هو الدليل؟ طبعا الإسلام، هذا بين قوسين نذكره، الإسلام هو دين المنطق، يفتح المجال لأي سؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نقل الأسئلة وأجاب عنها، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن اليتامى وهكذا. وأيضا إذا واحد طرح شبهة وإشكال، هذه الشبهة وهذا الإشكال لا تبقى من غير جواب، إن كان الطرف يستوعب الجواب فيذكر له الجواب مباشرة، وإذا لم يكن يستوعب الجواب يكون الجواب في الأسس والمقدمات. يعني مثلا الآية الشريفة، جاءوا وسألوا الرسول يسألونك عن الأهلة، لماذا القمر في بعض الأحيان مكتمل كالبدر وفي بعض الأحيان كالهلال وفي بعض الأحيان بين الهلال وبين البدر، لماذا هكذا؟ زين، قد يكون كما يقول بعض المفسرين سؤالهم سؤال تكويني، لماذا القمر هكذا؟ طبعا هذا السؤال التكويني يحتاج إلى معرفة بعلم الفلك، وغالب الناس خاصة في تلك الفترة لم يكن لهم معرفة بعلم الفلك، بأن القمر له وجهان، وجه بطرف الشمس فهي على طول مضيئة، ووجه بعكس الشمس فهي على طول مظلمة. ولأن القمر يتحرك ففي وقت المحاق الطرف المظلم من القمر بطرف الأرض، ولذلك لا نرى القمر، لكن حينما يتحرك جزء من القسم المضيء من القمر يكون بطرف الأرض، مثلا 5 بالألف، 6 بالألف، 1%، فيرى بشكل هلال رفيع جدا. ثم كلما الحركة خلال الأيام القادمة سببت أن يكون الطرف المضيء للقمر بطرف الأرض، فالإنسان يرى القمر أكبر إلى أن يكتمل في الليلة 14. زين، هذا الأمر لعله الآن بسبب دراسة الناس في المدارس، وهناك الكتب المدرسية تتصدى لتعليم الطلاب هذه الأمور، قد يكون هذا الأمر واضح لدى الأكثر، ومع ذلك الكثير لا يعرف هذه الحقيقة.
وفي ذلك الزمان أيضا الأكثر لم يكن يعرف هذا الأمر. زين، سؤال تكويني، لا يمكن فهم هؤلاء لهذا الجواب التكويني، مضافا إلى أنه الرسول والقرآن لم يبعث الله الرسول صلى الله عليه وآله ولم ينزل القرآن للإجابة على الأسئلة التكوينية، بل الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالعلم والتفكر والتأمل لكي يصلوا إلى الحقائق الكونية ويستفيدوا منها، وإنما الرسول بعث لهداية الناس. فإذا أمر تكويني في هداية الناس، في طريق هداية الناس، يبين، لا لأنه أمر تكويني وإنما لأنه في طريق الهداية. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبهم على سؤالهم التكويني حسب ما يقول بعض المفسرين، وإنما أجاب عن الفائدة في هذا التقدير. لماذا الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون القمر بهذه الكيفية؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج لحفظ الأوقات، لأن الأشهر الشمسية ضبطها صعب إلا بالتقويم وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الأشهر الشمسية بالسنة مرة تكون دائرتها، لكن الأشهر القمرية الإنسان يرى القمر فيعلم أنه هذه الليلة أي ليلة من الشهر، هي مواقيت للناس والحج، لأن الله سبحانه وتعالى ربط العبادات التي تكون في الأشهر مثل شهر رمضان الصوم مثل الحج بالأشهر القمرية بحركة القمر. على كل حال، فالمقصود أن الإسلام أتاح للناس السؤال، وخاصة إذا كان سؤال استفهامي. نعم، قد يكون بعض الناس متعنت، يأتي للسؤال لا لأجل الاستفادة وإنما لأجل التعنت ولأجل إثارة الشبهة ولأجل صرف الناس عن المسائل والقضايا الأهم. فحينئذ هذه شبهة، هذه الشبهة إذا أثرت في بسطاء الناس أو كان يحتمل تأثيرها في بسطاء الناس، هذه الشبهة ستجد لها جوابا. ولذا القرآن ذكر كلام المشركين ورد ذلك الكلام، حتى اتهاماتهم أنه كانوا يتهمون الرسول بأنه شاعر، بأنه كاهن، بأنه مجنون وما إلى ذلك من التهم الباطلة، ذكرها القرآن ورد عليها. لماذا؟ لأن الشبهة إذا لم يرد عليها قد تؤثر في البسطاء من الناس. فعلى كل حال، الإسلام أتاح السؤال. إذا واحد ملحد يأتي يسأل ما هو الدليل على وجود الله، لا يقال له اخسأ لا تتكلم. إذا واحد مسلم صارت له شبهة، إذا جاء سائلا لا متعنتا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكي تصل إلى نتيجة، لأن أنت الحق وبيان الحق كفيل للتأثير في المنصف، إلا الذين ظلموا منهم. إذا واحد جرد السيف أمامك أو جاء متعنتا ولم يكن فائدة في جداله بالتي هي أحسن، دافع عن نفسك ولو بالسيف. أو إذا سأل سؤال متعنت، لا تجادله جدالا منطقيا، بل حاول كسر تعنته بطريقة مناسبة. زين، هذا الملحد يجي يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ما هو الدليل على وجود الله؟ الإمام بكل اطمئنان وبكل احترام يبين الأدلة. إذا هذا الرجل جاء مستفهما فلعل الله يهديه، وإذا جاء متعنتا، لكن حينما يكون في جمع من الناس ويطرح الشبهة، هذه الشبهة قد تجد طريقا لها في أذهان الناس،
فبيان الجواب حتى إذا لم ينفع ذلك الشخص لكن سينفع الحاضرين. قال الرجل: فما الدليل عليه؟ ما هو الدليل على وجود الله؟ الإمام استدل بدليلين: دليل الأنفس ودليل الآفاق. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، هذه السين هنا بمعنى إراءة بعد إراءة كما يقول بعض المفسرين، يعني مستمرة هذه الإراءة. أنت كل يوم تجد آيات الله سبحانه وتعالى، تجد علائمه في نفسك وفي الآفاق. لذا في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أحد المعاني لهذا الحديث الشريف: أنت انظر إلى نفسك تعلم بأن لك خالقا، لكن الإنسان إذا جهل نفسه قد لا يقر بأن لهذه النفس خالقا. فالإمام استدل بدليل الآفاق ودليل الأنفس، وكلا الدليلين مرجعهما إلى برهان النظم. أنت حينما تجد هذه الدقة وهذه الحكمة لابد أن تذعن بعقلك وبفطرتك بأن هناك مدبرا وصانعا وخانق وخالقا. هذا المدبر وهذا الصانع وهذا الخالق حكيم عليم وقدير. أنت انظر إلى نفسك، الإنسان قد يكون حجمه صغير، لكن كما يقول بعض الأطباء له كتاب: الإنسان ذلك المجهول. كلما غار العلم الحديث في تركيبة جسد الإنسان يزداد انبهارا بعظمة الخالق. الآن يكتشفون في كل يوم، وقد نسمع في وسائل الارتباطات من الإذاعات والتلفزة وما إلى ذلك، كل يوم اكتشافات علمية في جسد الإنسان ودقة لا متناهية، حتى أن بعض المخترعين هؤلاء يدققون في جسم الإنسان أو في غير جسم الإنسان من سائر المخلوقات، فيقتبسون منه ويخترعون بعض اختراعاتهم. انظر إلى القلب، إلى الرئة، إلى الكبد، إلى العين، إلى السمع، إلى البصر وما إلى ذلك، تجد العجيب العجيب، لا يعقل أن لا يكون لهذا خالقا. أنت إذا ساعة بسيطة وجدتها تعلم بأن هناك صانع، وصانع عالم أيضا ودقيق وحكيم. فكيف بهذا الجسم الذي يحير عنده العقول؟ بعد ذلك أنت تعلم بأن هذا الجسم يسير رغما على أنفك، يعني نحن من حين ولادتنا إلى حد الآن، صحيح بعض أعمالنا اختيارية، الآن أنا باختياري دا أحرك إيدي، أنت باختيارك دا تنظر إلى صورتي، وهكذا بعض الأفعال اختيارية، لكن أكثر ما يجري في جسم الإنسان خارج عن اختيار. أنت باختيارك تأكل، تضع اللقمة في فمك ثم تبلع هذه اللقمة، بعد ذلك ينتهي عملك الاختياري، أجهزة الجسم هي التي تشتغل. الآن القلب يدق بغير اختيار، الدم يجري بغير اختيار، طولك، عرضك، لونك، أكثر الأمور خارج عن اختيارك. طبعا بعض الأعمال اختيارية، ونحن لا نقول كما يقول المجسمة أو بعض فرق المسلمين من أن الإنسان مسير وليس مخير، وليس مخيرا في كل شيء، ولا نقول بالتفويض المطلق، وإنما نقول بأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يرتبط بالإنسان سواء في جسمه أو في روحه أو في حركته، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في أبواب قادمة.
زين، أنت انظر إلى جسمك، هذا الجسم هو يشتغل بما ينفعك، وهو يشتغل بما يدفع الضرر عنك. الآن نحن عندما نتنفس كما يقول بعض الأطباء في أكثر الأماكن تعقيماً توجد الجراثيم، ولذلك أنتم إذا رايحين إلى مستشفيات الأدوات الجراحية التي يجب أن تكون معقمة 100% بحيث أن لا تكون فيها جرثومة واحدة، يضعوها في أجهزة خاصة، هذه الأجهزة الخاصة تقتل جميع الجراثيم، وبمجرد الغسل بالماء القراح أو بالمنظفات أو بما إلى ذلك هذه لا تسبب زوال جميع الجراثيم. أنت الآن في مكان معقم، كل نفس يدخل في رئتك مع هذا النفس يدخل عشرات الجراثيم في جسم الإنسان، لكن جسم الإنسان باعتبار وجود المناعة يقضي على هذه الجراثيم. قد تكون هناك معركة قوية لقوة الجراثيم، هذه المعركة تظهر على شكل مرض، يعني الإنسان عندما يتمرض، لأن هناك معركة بين الكريات البيض وبين الجراثيم، هذه المعركة ظهرت بشكل مرض، والأدوية عادة هي لتقوية هذه الكريات البيض التي تدفع الجراثيم. فالجسم هو يدافع عن نفسه ويبعد عن نفسه ما يضره. إذا صار هناك جرح أو خلل، الجسم بنفسه يأتي ويرفع هذا الخلل. أنت إذا إيدك انجرحت، بعد فترة يبرأ هذا الجرح، جرح، لأنه بمجرد هذا الجرح هناك مواد يفرزها الجسم للقضاء على هذا الجرح، والدواء قد يكون عامل مساعد. زين، هل يعقل هذا النظم الغريب في جسم الإنسان في هذه الأجهزة أن يكون من غير خالق؟ كلا، بل هو دليل على وجود خالق، وأن هذا الخالق عالم من غير حدود لعلمه، وقادر من غير حد لقدرته، وحكيم من غير حد لحكمته. هذا دليل النفس. هسه أنت إذا بالجسم تشوف، فإذا تروح إلى النفس، النفس اللي تقابل الجسم، وتروح إلى الروح، فذلك واد وسيع جدا. وعلم النفس الآن على رغم تطوره هو كما يقولون في خطواته الأولى. فالإمام يقول: فقال أبو الحسن عليه السلام، هذا دليل أن أنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إني لما نظرت إلى جسدي، بعد هذا أمر بديهي واضح، كل واحد يقدر ينظر إلى جسدي، جسد نفسه، ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول، مو باختياري، ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه، قد ببعض الأفعال الاختيارية أتمكن من جر نفع أو دفع ضرر، ولكن غالب المنافع مو باختياري، وغالب دفع الضرر مو باختياري. عندما أنظر إلى جسدي أعلم بأن هذا ما يمكن أن يكون وليد الصدفة، أو يكون وليد المادة العادمة للشعور، أنه تتحول هذه المادة باستمرار إلى أن كونت هذا الجسم العظيم. أو نقول بالنظرية الزائفة الباطلة، نظرية التطور في الإنسان، بأنه كان خلية وخلال ملايين السنة تطور، وهذه النظرية هي أصلاً فرضية بالأساس، ليس لها دليل علمي، وبعد ذلك العلم الحديث أيضاً أثبت بطلانها. علمت أن لهذا البنيان بانياً، فأقررت به، عندما علمت بأن له خالق صانع أقررت بهذا الصانع، سلمت به، اعترفت به، لأنه لا أكابر الحقيقة. هذا دليل الآفاق، دليل الأنفس. ثم بعد ذلك دليل الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق،
مع ما أرى من دوران الفلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإنسان ذرة صغيرة في هذه المجرات العظيمة. عندما نرى هذه المجرات، نرى هذه المجرات بدقة وبنظم وبقانون محكم ومتقن، بحيث أنه علماء العلم الحديث حتى إذا كانوا ملاحدة وإذا كانوا لا يعترفون بالخالق، حينما يرون شيئا في هذا الكون، سواء في جسم الإنسان أو في جسم الحيوان أو في جسم الحشرات أو في الأمور الجامدة الجمادات أو في النباتات أو في السماء أو في الأرض، إذا يرون شيئا أول سؤال يخطر في بالهم: ما هو الفائدة لهذا الشيء؟ يبحثون عن الفائدة، لأنه بفطرتهم يعلمون بأن الله لم يخلق شيئا عبثا. قد لا يعترف بالله، لكن هذه الفطرة موجودة تسوقه إلى أنه إذا رأى شيء ما هي الفائدة من هذا الشيء، ثم يبحث ويبحث ويبحث، وبعد ذلك قد يكتشف بعض الفوائد. في جسم الإنسان كانوا يتصورون بأن هناك غدة لا نفع فيها، سموها الزائدة الدودية، لكن عندما العلم تطور اكتشفوا أن هذه الزائدة الدودية لها منفعة. طبعا الاسم بقى عليها الزائدة الدودية، لكن إلها منفعة وهي ليست بزائدة. وهكذا سائر الأشياء، وكذلك في الكون، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، النظم الدقيق في الفلك. الفلك المقصود دوران الفلك دوران الأجرام، حسب مسار، هذا المسار يسمى فلك. لأنه في السماء مثلا أفرض تجد القمر، تجد الشمس، تجد سائر الكواكب، هذه تسير، الكواكب تسير حول الشمس والشمس تسير حول مركز المجرة، هذا السير إلى طريق معلوم، والسماء ذات الحبك طرق، هذه الطرق اللي تسير فيها هذه الأجرام السماوية تسمى فلك. مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، يعني الأجسام والأجرام التي تدور في السماء. زين، لا تروح بعيد، تعال بالنسبة إلى السحاب وإنشاء السحاب وتصريف الرياح، تصريفها يعني ذهابها، صرفها من مكان إلى مكان، ومجرى الشمس والقمر يعني جريانها، مصدر ميمي هذا المجرى، وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات التي تبين أن لها خالقا. علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا، لا يمكن أن يكون هذا وليد الصدفة أو هو تطور أوتوماتيكي في المادة، هذا أمر غير معقول، بل يدل على وجود خالق عالم قادر حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.